تنفيذا لإرادة البلدين المشتركة تدشين المعبر الحدودي البري بين الجزائر وموريتانيا يؤسس لتكثيف التبادلات التجارية وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين. عشية الاحتفاء باليوم الوطني للمجاهد في النشرة وقفة عند محطتين بارزتين في مسار الثورة التحريرية المظفرة هجومات شمال القسنطيني ومؤتمر الصومال. وعشية عيد الأضحى المبارك مكرمة جزائرية من الأضاحي للشعب الفلسطيني القابع تحت وطأة الحصار الجائر بقطاع غزة. نشرة والأخبار، أهلا بكم. بداية هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية محمد أشرف غني أحمد زي بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى 99 أقول لاستقلالها، مؤكدا حرصه التام على العمل معه من أجل تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين البلدين والارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين، ومجددا له تضامن الجزائر ودعمها لجهود بلاده من أجل محاربة آفة الإرهاب والقضاء عليها وبسط الطمأنينة في ربوع هذا البلد الشقيق. في ملف التعاون وكما ورد في العناوين، وتنفيذا للإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وتطبيقا لتوصيات الدورة 18 للجنة العليا المشتركة الجزائرية الموريتانية، أشرف اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي رفقة وزير الداخلية واللامركزية الموريتانية أحمد ولد عبد الله بولاية تندوف على تدشين المعبر الحدودي البري بين الجزائر وموريتانيا على مستوى النقطة الكيلومترية 75 جنوب تندوف. مراسم تدشين هذا المعبر الذي حمل اسم الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد حضرها إلى جانب السلطات المدنية والعسكرية للولاية وأعيان المنطقة دبلوماسيون من البلدين. وبالمناسبة أكد وزيرا الداخلية للبلدين على الأهمية الاستراتيجية لهذا المعبر في تنمية المناطق الحدودية وتكثيف التبادلات التجارية وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين. لقد أولى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الأهمية البالغة لتنمية المناطق الحدودية العائد نفعها على كل ساكنتها انطلاقا من المبادئ السامية للدولة الجزائرية الموسومة بحسن الجوار والتعاون المشترك لتحقيق تنمية مناطقنا انطلاقا من تضاعد جهودنا وإمكانياتنا. فهذه المناطق هي جسور للتواصل وفضاء يتقاسم فيه شعبينا الروابط التاريخية وصلات القربة ووحدة المصير. وللحفاظ على هذه المكتسبات فإننا مدعوون للعمل أكثر على تنمية هذه المناطق الحدودية في ظل التحديات الراهنة. ولا يفوتني أن أغتنم فرصة لقائنا هذا لأدعو إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين يقع على عاتقه إنجاز مخطط عمل لتنمية المنطقة الحدودية المشتركة وفق تصور واقعي وأهداف ومشاريع قابلة للتجسيد والتي تعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين. إن مراسيم تدشين هذين المعبرين الحدوديين التي نشرف عليهما اليوم تجسد إرادة قائدي بلدينا فخامة الرئيس محمد ول عبد العزيز وفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الساعية إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين والدفع بها إلى أعلى المستويات وعيا منهما بما سيترتب على إقامة هاتين النقطتين الحدوديتين البريتين من انعكاسات إيجابية على التعاون المتميز القائم حاليا بين البلدين.
هذا وعقد بدوي لقاء جمعه مع فعاليات المجتمع المدني وأعيان المنطقة، حيث استمع إلى مختلف الانشغالات التي تخص المجالات التنموية في الولاية، مؤكدا على حرص الدولة على تنمية مختلف المناطق الحدودية، ودعا سكان المنطقة إلى ضرورة الحفاظ على المكاسب التنموية المحققة في إطار برامج التنمية الشاملة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وخلال هذا اللقاء تم تكريم رئيس الجمهورية من قبل أعيان المنطقة وفعاليات المجتمع المدني، ووجهوا له رسالة شكر عرفان ونظير ما قدمه من جهود. إن إعلانكم سيدي فخامة رئيس الجمهورية لقانون المصالحة الوطنية الذي كان بوابة استعادة هيبة الدولة وتحقيق السلم داخل المجتمع ومحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله الذي حقق لنا الأمن والاستقرار واستعدنا به الثقة في دولتنا بقيادتكم الرشيدة، وما زادنا ثقة أكثر في سمو شخصكم تلك المكانة التي وضعتموها بفضل مجهودكم وتضحياتكم للجزائر في المحافل الدولية لتصبح بعدها نموذجا حيا يقتدى به في مختلف الدول بما فيها الدول العظمى في محاربة الإرهاب والحوكمة والتنمية المستدامة، لتستعيد الجزائر دورها العالمي والإقليمي بين الدول. ولا يسعنا إلا الاعتراف بمجهودات سموكم التي بذلتموها وما زلتم تبذلونها من أجل هذا الوطن. دمتم في خدمة هذا الوطن وحفظكم الله ورعاكم وأبقاكم لنا القائد والأب الروحي وأطال في عمركم. 20 أوت 55، 20 أوت 56 محطتان بارزتان في مسار الثورة التحريرية المجيدة. فهجومات شمال القسنطيني مكنت من تحقيق نصر سياسي وعسكري على المستعمر الغاشم، أما مؤتمر الصمام التاريخي فكان المنعرج الحاسم في تنظيم الثورة المظفرة والمحطة الفاصلة في إيصال القضية الجزائرية إلى أروقة الأمم المتحدة. اليوم الوطني للمجاهد في هذه الورقة لنبيل حمداش. كانت الثورة في عامها الأول سنة اشتد فيها الخناق على الثوار بعد أن قرر العسكر الفرنسي إخماد نار الفاتح نوفمبر. في ذلك العهد وقف زيغود يوسف الذي قال عنه جنرال فرنسي بعد الاستقلال إن ذلك الذي اعتقدنا أنه حداد بسيط هو في الواقع زعيم حرب كبير، زعيم حرب لأنه قال في جبل زمان سوف نهاجم في منتصف النهار. فيليب فيل، الميليا، القلف، الفلاروكنية، عين عبيد، سمند وغيرها كانت هدفاً لجماعة زيغود من أمثال بن عودة، بوبنيدر، عمار شطيبي، علي كافي، شيبوط وآخرين. غيروا مجرى الأحداث وكان قائدهم عضو مجموعة 22 منقداً للثورة، ما جعل الكاتبة الأمريكية جوان غاربي تقول إنه هجوم واسع يكشف عن وجود أعداد دقيق ومحكم وقوة نظامية هائلة. إنه منعرج حاسم في تاريخ حرب التحرير. شهر فقط بعد الأحداث القضية الجزائرية تدخل مبنى الأمم المتحدة. سنة من بعد يلتقي عبان، كريم بن مهيدي، بن طبال وعمران وزيغود بقلب هضبة الصمام في إفريوز لاجن لينعقد المؤتمر، رغم أن الاستعمار كان يدعي أنه يتحكم في المنطقة وهو يجهل أنها تحت حراسة رجال العقيدة عميروش الذين ضبطوا الحراسة. ليتقرر تفعيل العمل الثوري وإعطاء الأولوية للداخل على الخارج والسياسي على العسكري وتنظيم الشعب في القرى والمداشر وإعطاء الأولوية للإعلام والدعاية والتموين، وتقرر إنشاء السيسيو والسيانارا، وكان المؤتمر بمثابة ثالث نقطة هامة في مسار الكفاح. لتتوالى الأحداث فيما بعد بتأسيس جيبيرا وهيئة الأركان العامة وصولاً إلى المظاهرات الشعبية في ديسمبر 60 وأكتوبر 61 وإلى غاية مفاوضة إيفيون التي أنهت 132 سنة من الاحتلال الطويل والمرير. وهذه شهادة المرحوم العقيد عمار بن عودة أحد الذين حضروا الحدثين في 55 و56 أشهر فقط قبل رحيله. دفع انتعنا هي فهمت يعني يردتنا باللي ندفع للحق ويردتنا ندفع لبلادنا، بلادنا تعنا تعجدودنا، الرميم تعجدودنا، عفسوه الكولون، عفسوه القبرة، قرنوا 32 سنة كسروا لنا ديننا، كسروا لنا لغتنا.
ما نخلوش نموتوا، ما نديروش العشرين نموت 55. إحياء للذكرى يوم المجاهد، نظمت اليوم المديرية العامة للأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي ندوة تاريخية بعنوان الأبعاد المحلية والدولية للذكرى المزدوجة لأحداث 20 أوت، من تنشيط مدير المركز الوطني للكتابة الأستاذ جمال يحياوي، الذي تطرق إلى أهمية هذه الأحداث التي أعقبت اندلاع الثورة المسلحة، معتبرا إياها منعرجا حاسما في مواصلة الكفاح المسلح. إلى موسم الحج، حيث توافد منذ فجر اليوم أكثر من 2 مليون حاج من مكة المكرمة إلى مشعر وصعيد منن لقضاء يومي التروية، محرمين على اختلاف نسكهم، إما متمتعين أو قارنين أو مفردين، حيث سيقضون ليلتهم اقتداء بسنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم قبل التوجه غدا إلى عرفات لأداء الركن الأعظم في الحج. تغطي أسواق الماشية بولاية ورقلة عدة مناطق مجاورة توفرت بها الأضاحي كما ونوعا وتباينت بها الأسعار، مع توفر شهادات المتابعة الصحية التي أصبحت فرق المراقبة تشترطها في بيع الأضاحي. عمار طبال. تعرف نقاط بيع أضاحي العيد بولاية ورقلة إقبالا من طرف الموالين من مختلف الولايات التي تشتهر بتربية الأغنام ذات السلالة الجيدة، أما الأسعار فهي متفاوتة. في نفس الوقت نكسبوا ونتاجروا وشويه شويه ونعطوا بار فاسيليتي شويه، تسمى رانا موافقين على الناس ورانا حاسين على الناس. الاسواق شويه غاليه هنا شويه، بصح كي يطيح في واحد ولا زوج كيساعدوا كاين اللي يساعدوا. المواطنون حريصون على شراء اضاحي سليمه وخاليه من العيوب وخاضعه للمراقبه البيطريه، واغلبهم يفضل التريث الى غايه اقتراب عيد الاضحى املا في تراجع الاسعار. بيع كل نهار وكيفاه، كل ما قرب العيد تزيد شويه. الناس ثاني مازال ما خلصتش، كاين اللي ما خلص مازال، كاين اللي درام ما دخلتش مازال. البيع كل يوم راه يتدرج شوي شوي. السوق هذا راه العرض والطلب، كاين زايده وكاين ناقصه وكاين متوسطه، والانسان راه يشوف مازال ايامات ويشري بعقله. هذه هي واش هي، لازم الوصفه الطبيه ولازم الامور هذه لازم تكون. احنا الغنم ان شاء الله صافيه، ما كان حتى مرض ما حاجه ما تخصهاش. انا عيادي يروحوا متهنين ان شاء الله، ما كان حتى خوف، ما كان حتى ترد من هذه الناحيه. الاضاحي متوفره كما ونوعا والاسعار متفاوته وكل حسب قدرته. وبالحديث عن الاضاحي، يلجا الكثير من المواطنين عند اقتناء الاضحيه الى البحث عن سلاله ولاد جلال، رغم وجود سلالات اخرى تشتهر بها الجزائر من حيث جوده لحومها واصوافها. نعيم منحور. الحمراء، دمان، تزكزوت، سيداون، ولاد جلال هي سلالات غنم تشتهر بها الجزائر، ولكل واحدة منها تاريخ عريق. كل سلالة عندها المهد ديالها. كاين سلالة الدمان المهد ديالها هو الصورة، صورة ديال الجنوبية الغربية، الجنوب الغربي تاع الجزائري. عندنا كذلك زوج سلالات اللي هما يعني مشتهرين موش باللحم ديالهم ولكن بالصوف ديالهم، الصوف ديالهم اللي هما سلالة البربر وسلالة تزكزوت اللي معروفة تاني طلاب لو دو كابيلي، اللي هم بعد اشتهروا بالبرنوس. البرنوس هدايا عرض لأول مرة في 1920، البرنوس القبائلي اللي كان يعني هو من قبل يعني مخدوم بالصوف تاع الراس هذه تزكزوت. قبل نحو قرن من الزمن، وعبر هذا الطريق مر قطيع كبير من سلالة الحمراء قادم من مدينة مشرية ولاية عامة، حيث تم نقله من قبل سلطات الاستعمار الفرنسي إلى مدينة مرسيليا، فحمل الطريق المؤدي إلى ميناء العاصمة تسمية لاغوت موتونيغ، أي طريق الغنم. أكثر من 2 مليون رأس من سلالة الحمراء مرت عبر هذا الطريق، وهذا حسب ما توضحه دروس بحوث ودروس قام بها فرنسيين من بينهم بوتوني وساغن، كانوا يدوها من هنا من الجزائر ديريكتومون لبور دو مارسي. لبور دو مارسي، وهذه الصور هذه ملتقطه من لا شومبر دو كوميرس دو مارسي.
وتثبت الدراسات لمؤرخين عالميين أن سلالة أغنام الجزائر التي وصل صيتها إلى كل من أستراليا وكاليدونيا الجديدة هي من أشهر وأجود السلالات في العالم. وضمانا لراحة المواطنين خاصة في أيام عيد الأضحى المبارك، سطرت الجزائرية للمياه ومؤسسة سيال برنامجا خاصا لضمان التزود المستمر بالمياه. ملك صحقي. توفر الماء في حنفيات المنازل أهم التفاصيل في اكتمال بهجة العيد والذي تزامن وارتفاع درجة الحرارة صائفة هذا العام. ذروة الاستهلاك قابلتها شركة سيال بإجراءات جديدة لتحسين خدمة توزيع المياه. من بين هذه الإجراءات اللي قامت بها سيال هي عملية تأهيل للمحطات. عملية التأهيل هذه خصتها بتزويدها 5 مضخات جديدة. واليوم تضخ المحطة أكثر من 20,000 متر مكعب إضافية مقارنة بالعام الماضي. محطة كاريدي دونك رانا نبعت ونرفولي ودرك قريب 4,000 متر كيب اور اكتويلمون افون لا ريابيليتاسيون، يعني قبل ريابيليتاسيون كنا نمليو 3200 3100 دونك درك اليوم رانا وصلنا حتى ل 4000. دونك هذا يعني ان ابور سيبليمونتير تري امبورطون، هذا راح يؤدي بالضروره لتحسين الخدمه. وستوند كاين دي ريزرفوار وكاينه ان اوتر ستاسيون بومباج اللي قامت كذلك سيال بعمليه تاهيل كلي باعاده المحطات و لابارتي الكتريك لابارتي ميدروميكانيك، يعني اهلتها تاهيل كلي. إجراءات تحسين خدمة توزيع المياه قد تساهم في توفير المياه لقضاء عيد الأضحى بأريحية، لكن سلوكيات الاستهلاك تبقى الحل الأنجع لذلك. عقدت اليوم بمركز المراقبة والتسيير عن بعد لمؤسسة سيال بالقبة ندوة صحفية نشطها إطارات من وزارة الموارد المائية وشركة سيال من أجل عرض الإجراءات الجديدة المتخذة لتزويد المواطنين بالماء الشروب يومي عيد الأضحى المبارك. وأكد المتدخلون على تشغيل منشآت إنتاج المياه بطاقتها القصوى لضمان وصول المياه إلى الحنفيات بتدفق يقدر ب9 ملايين متر مكعب خلال اليوم الأول من العيد. كما شدد المتدخلون على ضرورة تحلي المستهلك بثقافة التسيير العقلاني للمياه. القرار الأول هو لوغمونطاسيون دو لا برودكسيون، يعني نزيدوا في الإنتاج عبر كل مراحل الإنتاج، يعني المياه الجوفية، مياه السطحية، وكذلك تحلية مياه البحر، تشغيل كل المنشآت في أقصى طاقتها ممكنة، التوزيع المنتظم عبر كل المناطق وكل الولايات. انخفضت نسبة حوادث المرور خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 59.20% حسب حصيلة للدرك الوطني خلال ندوة صحفية نظمها بشراقة، حيث بلغت حصيلة حوادث المرور خلال الأشهر 7 الأولى لهذه السنة 5076 حادثا. ويبقى العامل البشري أبرز أسباب هذه الحوادث. وتحسبا لحلول عيد الأضحى المبارك، وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا خاصا لتأمين تنقلات مستعملي الطرق بإقحام تشكيلات ثابتة ومتحركة عبر كامل شبكة الطرقات. في إطار محاربة الجريمة المنظمة وخلال دورية قرب شريط الحدودي بجنات، اعترضت أمس مفرزة للجيش الوطني الشعبي مركبة رباعية الدفع وقضت على مهرب رفض الامتثال لأمر التوقف، فيما أوقفت مهربا آخر. كما ضبطت مفرزة أخرى مركبة رباعية الدفع وأغراض مختلفة حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. من جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني بتلمسان 25 كيلوغراما من الكيف المعالج. وبالقال أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لثمانية أشخاص، فيما تم توقيف 39 مهاجرا بطريقة غير شرعية بكل من غردايا تمنراس تنعمة وتلمسان. دوليا، وفي جديد ملف الصحراء الغربية، أكدت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الروسية دعم بلادها للمجهودات التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كولر لاستئناف عملية السلام في الصحراء الغربية وبعث مفاوضات مباشرة بين جبهة البوليزاريو والمغرب، مشددة أن السلام الدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بالوسائل السياسية بالاستناد إلى قرارات مجلس الأمن الدولي واللوائح الأممية.
وعشية عيد الأضحى المبارك تجدد الجزائر العهد مع القضية الفلسطينية وترسم صورا جديدة للتضامن بإرسال أضاحي العيد كمساعدات إنسانية إلى شعب الفلسطيني القابع تحت وطأة الحصار الجائر بقطاع غزة. مراسلنا من غزة وسام أبو زيد. في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر نتيجة الحصار الإسرائيلي يستقبل الفلسطينيون عيد الأضحى المبارك، فلا مجال هنا للحديث عن أضحية، فهمهم لقمة العيش أو توفير حلة العيد التي تتزامن مع قرب بدء العام الدراسي. فيش واحد بكره أنه يحيو السنة بس فيش معه، من وين يجيب الحصة ب 1800 شيكل؟ من وين يجيب؟ بقول لك أنا بطعم ولادي فيها، بأستر بيتي فيها، بروح بشتري لابن طفل هدمة فيها، يعني ما بقدرش في النهاية فيش 1800 شيكل. فالأضاحي في قطاع غزة تفوق قدرة شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني على شرائها، وهو ما بدا واضحا من قلة الإقبال في الأسواق الفلسطينية. نادر نادر لما تلاقي حدا بيضحي، فيش معنا ناكل أصلا، والله غير ربنا بحن، فيش رواتب كتير، فيش شغل، أنت شايف البلد محاصرة. والله الناس وضعها تعبان، بتضلش تضحي الأيام هذه، وفي ناس بضحوا معاهم مصاري وفي ناس بضحوش. أنا اليوم السوق تعبان من السيأول، السوق تعبان من السيأول، وضع السوق تعبان، يعني اليوم الناس ما حش مصاري تشتري أواعي ولا لبس الأولاد. ووسط هذه الظروف المعيشية وصلت مساعدات من الشعب الجزائري لشراء أضاحي العيد ليتم توزيعها على الشعب الفلسطيني، علهم يرسمون بهجة على وجوه العاجزين عن توفير قوت يومهم ويعتاشون طوال العام على المساعدات الإنسانية. جاءت هذه الأضاحي بدعم من الشعب الجزائري الأصيل الذي يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في ظل حصار استمر لمدة 12 عاما وما زال مستمرا، وفي أزمة وأشد أزمات الحصار التي يمر على قطاع غزة في هذه الأيام، وخصوصا في عيد الأضحى المبارك. فعيد الأضحى يمر على الفلسطينيين في وقت أصبحوا فيه هم الضحية، وهذه المساعدات الجزائرية لا شك أنها تقدم قربانا إلى الله، لكنها أيضا ستزيد من صبر وصمود الفلسطينيين في ظل الحصار. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، غزة، فلسطين. والآن طائفة من الأخبار الدولية نتابعها مع كريم أبو عافية وعبد القادر بن غنو. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوروبيين إلى مساعدته في إعادة إعمار سوريا لسماح لملايين اللاجئين بالعودة إلى منازلهم، منبها إلى أن أزمة اللاجئين يمكن أن تشكل عبئا على أوروبا. قضت أمس القوات العراقية على قيادي فيما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي وأحد مرافقيه، فيما تمكنت من اعتقال آخر. تظاهر آلاف الأشخاص في مناغوا عاصمة نيكاراغوا للمطالبة برحيل الرئيس دانيال أورتيغا ووقف أعمال القمع والاعتقالات التي طالت مواطنين طالبوا بالعيش بحرية، في تحرك يأتي بعد 4 أشهر على اندلاع أزمة سياسية حصدت أكثر من 300 قتيل. ارتفع عدد ضحايا زلزال جزيرة لومبوك السياحية بأندونيسيا إلى 460 هالكا وما يزيد عن 7700 جريح. وعن مخلفات سقوط جسر جينوا، انتشلت أمس إدارة الإطفاء الإيطالية 3 جثث لأشخاص تم الإبلاغ عن فقدانهم بعد الانهيار. من الأماكن الهامة الموجودة بحديقة الحيوان بلغراد بيت التماسيح، يعيش به أكبر التماسيح سنا وأقدمها فصيلة في العالم والتي تسمى موجا، حيوانات عملاقة يمكن ترويضها ورؤيتها وهي تتعامل مع مدربيها بحرص وطاعة، حقا تستحق المشاهدة، لكن حذاري من دموعها. وفي أخبار الرياضة، الموعد نهاية هذا الأسبوع كان مع إجراء مباريات الجولة الثانية من بطولة رابطة المحترفة الأولى موبيليز، جولة عرفت تصدر شبيبة الثورة ومولودية بجاية يوسف رزيق. نتائج الجولة الثانية من الرابطة الأولى جاءت للتأكيد لبعض الفرق وللتدارك للبعض الآخر. وصيف الموسم الماضي شبيبة الثورة وبنفس النسق، وبعدما فرض التعادل خارج الديار أمام شبيبة القبائل في الجولة الماضية، استقبل في هذه الجولة مولودية وهران وفاز عليه بفضل هدفي بولعويدات، فيما ينتظر أنصار الحمراوة الانطلاق الفعلي لفريقهم في هذا الموسم. مولودية بجاية وبعد خرجتها الموفقة إلى المندية في الجولة الأولى
استقبلت شبيبة القبائل في أول ديربي للفريقين هذا الموسم، والذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله. أولمبي المدية تنقل إلى بلعباس لتدارك ما فاته في الجولة الأولى، وهو حال أصحاب الضيافة، لكن الكلمة الأخيرة عادت لأبناء التيطري بهدفين لهدف، فيما فرض بطل الموسم الماضي شباب قسنطينة التعادل الأبيض على أهل البرج، وهي نفس نتيجة الديربي العاصمي بين نادي بارادو وشباب بلوزداد الذي عاد إلى الظهور بعد أزمة التسيير التي عانى منها في الجولة الأولى. الجولة الثانية جاءت مبتورة من 3 مباريات، ويتعلق الأمر بنصر حسين داي واتحاد الجزائر، جمعية عين ليلة وفاق سطيف، دفاع تاجنانت ومولودية الجزائر، وذلك بسبب انشغال وفاق سطيف ومولودية الجزائر واتحاد الجزائر بالمنافسة القارية. تنظيم رحلة لأطفال المناطق الداخلية من أجل السباحة والترفيه وتوعيتهم وتحسيسهم بضرورة الابتعاد عن خطر السباحة في الوديان، وهذه الوجهة شاطئ بدوة والبحر بارز جلندا. أزيد من 3000 طفل تمكنوا من زيارة شاطئ بدوة والبحري خلال هذه الصيفة في إطار تنفيذ برنامج المخطط الأزرق تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة وبالتنسيق مع جمعية مشعل الحياة لولاية بومرداس. جعل أكبر عدد ممكن من أطفال المناطق النائية يستفيدون من البحر، توفير التأمين، توفير النقل، توفير الإطعام، وتوفير التنشيط الذي يتم تحت إشراف منشطين. الاستجمام بشواطئ ولاية بومرداس، عدم سماح الأطفال بالسباحة في سد قدارة، وجبناهم يعوموا في البحر، والعملية كانت بحراسة المؤطرين وموجود الحماية المدنية. الهدف من تنظيم هذه الرحلات هو إعطاء فرصة للأطفال للترفيه والسباحة إلى جانب العائلات، حيث تخللتها إجراء دورات تنافسية رياضية وأنشطة ترفيهية بين البلديات، كللت بتوزيع العديد من الجوائز على الفائزين. أنا يا مثنية، البحر هايل، كلش مليحة، لعبنا، عجبنا الحال، درنا فريق، لعبنا مع فريق خروبة وفريق ثنية. جيت باش نلعب ألعاب رياضة على شاطئ البحر. جينا احنا باش نعوموا ونتعلموا السباحة، وجينا لهذا البحر اليوم باش نلعبوا كرة القدم مع خروبة، وربحناهم 5-0، وكان يوم رائع. شاطئ بدو البحري الذي احتضن فعاليات الأنشطة الترفيهية وكان قبلة لآلاف المصطفين، وعيد تهيئته واستغلاله، وقد سجلت به عدة استثمارات سياحية ستجسد خلال السنوات المقبلة. ونختم نشرتنا بفعاليات القافلة الفنية لنفرح جزائريا في سهرتها ما قبل الأخيرة، حيث ألهب نجوم أغنية الراي ساحة ديوان رياض الفتح وأمتع الجمهور بأجمل الأغاني والألحان. وهبة دنداني. في السهرة ما قبل الأخيرة تألق كبير لألمع نجوم أغنية الراي الذين أمتعوا الجمهور الحاضر بساحة ديوان رياض الفتح. L'ambiance publique, c'est une ambiance d'un Algérien. L'Algérien, il est comme ça. Il a comme un goût l'amour du pays. Je remercie Londa d'avoir pensé à tous les artistes, d'avoir fait cette caravane. Je pense que c'est une première réussie. J'espère qu'il y en aura d'autres. Inch'Allah, il y en aura d'autres. Mais nous allons la continuation. المتعة كانت أيضا مع نجمة تلألأت في فن الراي، وهي الشابة خيرة التي أمتعت الجمهور بباقة من أشهر أغانيها. الجمهور كان يتردد معايا بزاف، وكان جمهور حار ويعطيهم الصحة وصافي بليزير. زعما هذا الرتول تاعي، شفت جمهوري مازال يبغيني، ونقول لهم صحة عيدكم، والعيد إن شاء الله يدخل لكم بالصحة والستر، وكل عام وانتم بخير، وكاع الجزائريين وصحة عيدكم. خدموا أكثر من 3000 فنان، يعني
خدموا في هذا التظاهر يعني ايزون بارتيسيبي. السهرة الختامية هذه الليلة ستكون ملأة بالمفاجآت مع كوكبة من الفنانين الجزائريين. ما عندي ما خمم بقي الآن أن أذكر بالعناوين. تنفيذا لإرادة البلدين المشتركة تدشين المعبر الحدودي البري بين الجزائر وموريتانيا يؤسس لتكثيف التبادلات التجارية وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين. عشية الاحتفاء باليوم الوطني للمجاهد في النشرة وقفة عند محطتين بارزتين في مسار الثورة التحريرية المظفرة، هجمات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصمام. وعشية عيد أضحى المبارك مكرمة جزائرية من الأضاحي للشعب الفلسطيني القابع تحت وطأة الحصار الجائر بقطاع غزة. أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، وللتواصل معنا ومتابعة برامجنا عناويننا الإلكترونية دائما في الخدمة. إلى اللقاء.